ايه؟ حاضر. ده بلوهات في الستارة، تكون كشميري في اللون اللي هو السمون ده، فاحنا عملنا الالوان بناء عليه. وعاملين الورد يدوبك باين الوان تايهة، يعني الوان ضبابية كلها، بتديك خيال شوية. والبنوهات دي طبعا بتكمل، تدخل الورقي دهوت كأنها حتة من سلم أو طلعة على كورنيش مثلا. على بعض دهوت الشكل، على بعض طبعا. لسه في كمالة طبعا. الشغل ده هياخد شغل زي ترمبولوي، بناتير وفلتات، ولنا يعني ايه ان شاء الله لقاء اخر وباقي التشطيب ان شاء الله. سلام الله عليكم.